إثيوبيا اهتمامنا بيها ربما يتعدى الاهتمام بدولة صديقة وشقيقة، ودايما كان في علاقات طيبة بيننا وبين الشعب الأثيوبي، وكثيرا ما كانت العلاقات طيبة بيننا وبين النظام الأثيوبي. لكن الخطورة اللي حاصلة في إثيوبيا النهاردة تنذر بانفلات أمني وانفجار عسكري في المنطقة اللي حوالين إثيوبيا كلها، مناوشات انتقلت لإريتريا. السلطات الأثيوبية أعلنت النهاردة مقتل 36 مسلح واعتقال آخرين من جماعة أونقشني في إقليم أوروميا، وسط استمرار القتال في إقليم تيجراي شمالي البلاد. مكتب حزب الازدهار الحاكم في إقليم أوروميا في بيان قال إن القوات الخاصة بالإقليم تمكنت من القضاء على 36 مسلح واعتقال 169 آخرين من هذه الجماعة المنشقة عن جبهة تحرير أورومو المعارضة. ربع مليون مقاتل مدججين بالسلاح. احنا كمان عندنا خبر انه الرئيس الاوغندي يوري موسيفيني النهاردة اطلق وساطة في بلاده بين الحكومة الاثيوبية وسلطات تيجراي المتمردة المتواجهتين عسكريا في المنطقة الواقعة شمال اثيوبيا، وفق افادة مسؤولين حكوميين. احنا معانا على التليفون استاذة هويدا عبد العظيم رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية. دكتور هويدا مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بيك. دكتور هويدا، إلى ما تؤدي بنا هذه الاضطرابات الإثيوبية شديدة الخطورة مع وجود أسلحة في إيدين كل طرف، ووجود أيضا إريتريا على الخط بدخولها في هذا الصراع؟ هو إحنا نقدر نقول إن الموضوع ابتدى من سنتين تقريبا، وهو وصول أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء. أيوه. ودخل هو باستراتيجية الحقيقة كان عايز يعمل خطط إصلاح اقتصادي وتنموي، وده حقيقي اتحصل. إثيوبيا كانت من الدول اللي حققت معدلات نمو اقتصادي سريعة ومرتفعة، وكانت أكثر الدول الإفريقية تحقيقا في معدلات النمو الاقتصادي. هو أبي أحمد من الأورومو برضه مش كده؟ أيوه. احنا دلوقتي بنتكلم في معدل النمو الاقتصادي، احنا بركز على الجانب الاقتصادي عشان اقول لك اثيوبيا وضعها ايه. ايوه. اثيوبيا حققت معدل نمو اقتصادي وصل 10% ودي لم تحدث في الدول الافريقيه. طبعا طبعا. وعندها شركه طيران عاليه جدا. ايوه. تكاد تكون تجاوزت جنوب افريقيا والجزائر، المغرب عندنا برضو على نفس الدرجة من الكفاءة، ولكن عندها جهاز طيران عالي جدا. الحاجة الثالثة هي عندها مراعي ومزارع وبتعتمد على مياه الأمطار أكثر من مياه الري. معنى كده أن عندها موارد اقتصادية سواء كانت رعوية أو زراعية أو صناعية في الآونة الأخيرة. وده خلاها تحقق معدلات النمو الاقتصادي دي. ولما وصل أبي أحمد لرئاسة الوزراء وكون وقاد الاتحاد الحكومة الفيدرالية، ده كان بعد ما كانت حكومة التجري هي اللي بترأس حكومة الائتلاف. أيوه. من 1991 ل 2018. أيوه. 2018 على وجه الخصوص وصول أبي أحمد للسلطة. أيوه. فناس كانوا بيحكموا البلاد وفجأة أصبح في جبهة أخرى بتحكم. لم تنق هذه الحكومة التجري لم تنضم إلى حزب الازدهار اللي شكله أبي أحمد. يعني حضرتك تقصدي إنه أبي أحمد استطاع في غضون السنتين دول إنه يحول الاتجاه الأعظم في الحكم في الحكومة والبرلمان للأورومو بدل التجري. برافو. تمام. تعالى بعد كده تحسنت العلاقات بين أبي أحمد وبين إريتريا. أبي أحمد ليه استراتيجية معينة سموها استراتيجية المواني. يعني إيه استراتيجية المواني؟ هي أصبحت دولة حديثة. فأصبح يدور على المواني على السواحل بحيث إن هو ما يبقاش دولة حديثة، عايز يطل على البحار. عشان التجارة بتاعته. فصلح علاقته مع إريتريا. خصوصا مع أثيوس أفورتي. لما صلح علاقته مع إريتريا، إريتريا دي العدو اللدود للتجري.
فهنا العلاقه بينهم توترت. طب ازاي يا فندم هو دلوقتي الانباء بتقول وفرانس بريس وانه في مسؤولين يعني ما ذكروش اسمائهم كمان بيأكدوا ان في نائب رئيس الوزراء الاثيوبي وهو ايضا وزير الخارجيه اللي هو ديميكي ميكونين ده هيلتقي في جولو في اوغندا النهارده الرئيس موسيفيني وان في مجموعه بتمثل جبهه تحرير تجري بس لسه ما قالوش هيقعدوا مع بعض ولا كل مجموعه منهم هتقعد مع رئيس اوغندا. هل تستطيع اوغندا بهذا يعني عدم الحياد الكامل ان هي تبقى حل وسط بين الاثنين؟ طيب سيبني اكمل وهرد على سؤالك. طب اتفضلي. دلوقتي تجري حست ان هي عملت ان هي بتبعد عن الحكم. تمام. فدلوقتي عملت ايه؟ راحت عملت انتخابات. والانتخابات دي كانت منفصله. ماشي. الانتخابات دي بتجري كل 5 سنين. حكومه ابي احمد لم تعترف بالانتخابات اللي حصلت لان مفيش لم يحدث على وجه الاطلاق ان تحدث انتخابات منفصله. فاصبحت هذه الانتخابات غير شرعيه. وغير دستوريه. هي كانت ايه نوعها؟ انتخابات برلمانيه ولا حكوميه ولا رئاسيه ولا ايه؟ برلمانيه. نعم؟ برلمانيه. برلمانيه، اوكي. فالمهم دلوقتي وقفت حكومه الاتحاد اللي بياخدها ابي احمد. ايوه. وقفت التعامل ووقفت التمويل لحكومه التجري. بدات حكومه التجري او جبهه تحرير شعب التجري بدات ان هي تعمل مناوشات في 4 نوفمبر حكومه الاتحاد بدات ان هي ايه توجه ضربة عسكريه. لما قامت الاضطرابات دي في عدد كبير من الشعب التجري بدا يهرب للسودان. لما بدا يهرب للسودان السودان هنا وقفت وقفه حاسمه بان هي بدات تعمل لهم مخيمات. سواء كان للاولاد الصغار او للنساء او للعواجز او للرجال. فبدات تعمل لهم خيام لان السودان كانت الملجا الاساسي ليهم من ايام المجاعه اللي حصلت في اثيوبيا. أيوه. في 83 و85. ايوه. دول الجوار هنا واقفه مع اثيوبيا واقفه كبيره جدا. ايوه. سواء كانت على مستوى اوغندا اللي انت بتحكي عليها دي او من حيث السودان اللي عماله بتعمل لهم ملاجئ للخيام. خيام للاجئين يعني. وبتجهز دلوقتي ملجئين. ملجأ يستوعب 25,000 لاجئ من اثيوبيا وملجأ اخر على قرابه 10 ميل من اقرب قريه سودانيه. طيب دكتور هويدا انا يعني وقتي بعتذر لحضرتك الوقت ضيق بس عايز اعرف اوغندا ممكن تعمل ايه؟ ونتفق مع حضرتك تنورينا في فقره عن الموضوع ده لان الموضوع ده مهم جدا ممكن يعني نستفيد بيها في شرح الخطوات التاريخيه للصراع. طيب يعني احنا ممكن نقول ان اوغندا تستطيع الوساطه لان دول الجوار كلها اللي بيفصل بينها حدود سياسيه مع اثيوبيا بتفصل بين قبائل ممتده في كل دوله من الدولتين. ايوه. فحكومة أوغندا تستطيع الوفاق في موضوع التجري مع حكومة أبي أحمد وأعتقد إن شاء الله إن هم يصلوا إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين. بشكرك يا دكتور جدا وبأكد على إنه إحنا محتاجين حضرتك تنورينا وتشرفينا وناخد برضو من علمك بخصوص هذه المنطقة. بشكرك جدا دكتور هويدا عبد العظيم رئيس قسم السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الإفريقية. المهم